كتبت ايه؟ فاكر؟ لا مش مش فاكر. فاكر كتبت هي دي ايه، لان لحظات الدرجة بتستوجب الإنسحاب. الموضوع بيبقى صعب يعني. تمام، فاللي هو تكتب نهاية المباراة مثلا خمسة صن داونز مثلا. دي الصور اللي انتوا عاملينها، ده او وين ده بقى؟ تمام، ده شغلك مش كده؟ الديزاينر. تمام، الديزاينر اكتر. عنصر الديزاين عنصر مهم جدا عند الجماهير، اكيد بيتفاعلوا جدا مع كل تصميم بينزل، بيبقوا مستنيين يعني. خلاص انت عودتهم على ان كل ماتش جديد بيبقى ليه كامبين كمان جديده. بيشدك كمان. طبعا طبعا، هو ده يعني شغل الانديه كلها. احنا بنحاول نبقى مواكبين، وبنحاول نطلع تصميمات مختلفه. الناس بتحس قوي، وبتحس الذوق، وبتحس كواليتي التصميم. والالوان يعني بيبقوا دايما مركزين قوي ان التصميم حلو، وبيبقى فيه. انا اسال وين ده بقى، ازاي بتقعدي تفكري في ديزاين؟ قولي لي الاول طبيعه شغلك ايه؟ جرافيك ديزاينر. طبعا الخطوه دي ما بتحصلش ان انا قاعده لوحدي بفكر، لا طبعا بيبقى التيم كله مع بعض. يعني احنا مثلا ليتس سي عندنا بطوله جايه او ماتش مهم. عايز المدير بتاعكم؟ لا لا، ده بجد بجد ده اللي بيحصل. لازم ارجع اسالهم. احنا تحفه بصراحه الديزاينات، يعني لازم تشدك او لازم تشد الجمهور. اتفضلي. لازم كلنا مع بعض نتفق احنا المفروض الفتره اللي جايه عندنا ايه، هنعمل ايه، حتى مين اللعيب اللي هيتحط الماتش اللي جاي في البوستر او كده، بحيث انه يجذب الناس. وانا بطبيعه الحال انا اللي عامله ديزاين، فبدخل ابص اشوف الفيدباك بتاعت الناس ايه، عاجبهم مش عاجبهم، في حاجه كده يعني. دي طبيعه شغلي. اكتر ديزاين انت عملتيه وفرحتي؟ لا هم كلهم كلهم. بص التواضع تمام، التواضع كلهم. طب بس في ديزاين زعلني. ايوه، يعني مثلا بتاع اعتزال كابتن حسام غالي، كنت بعمله وانا متضايقه، يعني نفسيا كنت متضايقه وانا بعمله. على حسام؟ طبعا. ده الديزاين انت شفتيه مش لا يعني انا بعمله انا نفسيا، هو عشان هو ماشي خلاص وده هيبقى اخر ديزاين انا مثلا بعمله معاه. طب ديزاين عملتيه وقلتي لا كان المفروض يبقى احسن من كده، انا عملته بصراحه مش حلو؟ هو كان في الاول، هو طبعا عشان انا بقالي فتره الحمد لله، بس الموضوع بيتطور. يعني كنت في الاول ببص على شغلي اللي انا عاملاه. شايف جمال الديزاين. انت ما بتعمليش ديزاين لنا ليه طيب؟ يعني هعمل لك. حاضر. لازم لازم يا جماعه، لازم يا هيثم لازم تهتموا بيه على فكره. انا مجدي ده انا صاحبكم على الاقل. وضع خاص. لا تحفه بجد والله. انا بحييكي يعني. انا بصراحه ما بتفرجش، ما بشوفش ديزاينات كتير للاسف يعني. لكن بصراحه حلو يعني يشد. بالواناتك الغالبه في الديزاينات ايه؟ طبعا احمر. احمر طبعا. لازم تبقى فيه روح الاهلي طبعا. الله، انت جايبه كمان منور. لو خدت بالك بقى، احنا من خلال التصميمات دي انت بتواكب كل الاحداث. طبعا ده الله يرحمه. دي كانت ذكرى. بتحاول كل ماتش عندك كامبين. اكيد انت عندك على السوشيال ميديا بتتعامل زي الادفرتايزنج بالظبط. فانت كل ماتش بيحصل قبليه كامبين معينه وارت وورك او شغل تصميمات خلال الماتش، متابعه الماتش ذات نفسه. ماتشات الدوري بيبقى ليها تيم معين، ماتشات افريقيا بيبقى ليها تيم معين، اي حاجه كمان في الالعاب الاخرى، سله، طايره، بطولات افريقيه. فطبعا انت عارف الاحداث زي ما قلت لك عندنا كتير جدا، فبيبقى في لود كبير جدا على موضوع التصميمات. وانت بتبقى مضطر، لان الناس خلاص اتعودت على كده وعايزه كده. يعني الناس بتبدا تسال على حتى التصميم بتاع الاخبار يجدد. الناس ممكن تبقى عايزه ابديت لي حاجات بقى اللي هي. انت عندك جمهور؟ احنا اتفقنا عندنا جمهور اساسا ما برضاش بحاجه. طبعا. طب الشخصيه انت تفكري في ديزاين معين ليها، او الوش او الشكل او الماتش مثلا صعوبته ماتش ممكن سهل. ممكن. وطبعا اللعيبه اللي هتلعب لازم يتم اختيارهم، عشان الناس هتتفاعل اكتر لو حطينا لعيب مثلا كان الماتش اللي فات كان مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه. اكيد. فبنحطه مثلا في الديزاين اللي بعده، بحيث انه الناس خلاص مستنيه تشوف ده دلوقتي فتتفاعل معاه اكتر. تمام. عندنا